السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي احبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، نتكلم فيها عن اسباب سقوط الجنين. قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتويات الفيديو بتاعنا: سقوط الجنين، اسباب سقوط الجنين، علامات سقوط الجنين. سقوط الجنين: تتعرض نسبة كبيرة من النساء خلال فترة الحمل إلى خسارة الجنين عن طريق سقوطه أو إجهاضه، والذي يتم عادة قبل أن يبدأ الجنين بالتنفس، ويكون وزنه عادة في هذه المرحلة ما يقابل 500 جرام أو حتى أقل، وتكون المرأة هنا لم تتجاوز أسبوعها 13 من الحمل. وغالبا لا تشعر المرأة بهذا الأمر إلا إذا كان هناك نزيف يدل على ذلك. والجدير بالذكر أن هنا أن بعض الناس يعتقدون أن سبب أسباب أو أعمال معينة قد تؤدي إلى سقوط الجنين، مثل الأعمال المنزلية أو ممارسة التمارين الرياضية أو العلاقة الحميمة مع الزوج، وهذا غير صحيح، ولكن يجب التوقف عن أي من هنا منهما عندما يطلب الطبيب ذلك. إلا أن تناول السجائر مثل أو التدخين وبعض الأدوية وتحديدا المسكنات والفترات زمنية طويلة قد يؤدي إلى إصابة الجنين بتشوهات خلقية معينة قبل فقدانه. وهناك مجموعة من التحذيرات التي تدل على بوادر سقوط الجنين وانتهاء الحمل، كالإحساس بألم في أسفل منطقة الظهر أو نقصان كبير في الوزن، التعرض للنزيف مفاجئ مع قليل من المخاط الأحمر، إضافة إلى التعرض لبعض الجلطات، كما تختفي علامات الحمل الروتينية كالتعب والغثيان وغيرها. أما عن الأسباب التي تؤدي لذلك فهي متعددة ومختلفة، وسوف نتناول هنا بعض منها بالتفصيل. أسباب سقوط الجنين: من العوامل أو الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الجنين ما يلي: أسباب جينية. تحدث هذه الأسباب في الغالب عندما تتعرض المرأة لسقوط جنينها أكثر من مرة، ويحدث هذا في المرحلة الأولى من الحمل بشكل أكبر، وتكون أكثر شيوعا لدى النساء اللواتي يتجاوزن عمرهن 35 عام. أمراض الكولاجين والأوعية الدموية: تؤدي هذه الأمراض إلى سقوط الجنين، لأنها تستطيع أن تكون أو تنتج مواد مضادة لأنسجة الجسم، والتي بدورها تسبب سقوط الجنين وانتهاء الحمل، ومن أبرزها مرض الذئبة الحمراء. اضطراب معدل السكر: تعتبر نسبة السكر في الدم من أكثر الأمور التي يصعب التحكم والسيطرة عليها، والتي تكون عادة ما تسبب سكر الحمل، الذي إما أن يبقي مؤقتا أو يبقى مع المرأة طيلة فترة حملها، متحولا من بعد الولادة إلى سكر من النوع الأول، بحيث يؤدي إلى هذا الاضطراب إلى سقوط الجنين أو بقائه حيا مع احتمالية ولادته بتشوهات خلقية. أسباب هرمونية: في اضطراب هرمونات معينة لدى الحامل يؤدي إلى سقوط الجنين، ومن أبرزها تكيسات المبايض واضطرابات الجسم الأصفر، إضافة إلى خلل هرمونات الغدة الدرقية. العدوى: في انتقال بعض الميكروبات إلى الجنين بطريقة أو بأخرى، وتحديدا التي تتم عن طريق المشيمة، تؤدي إلى خسارته، ومن أبرز هذه الكائنات الروبيلا والهربس. خلل تشريحي: والمقصود به هنا هو خلل في الرحم، مثل وجوده في غير مكانه، أو خلل في شكله، أو وجود فاصل فيه، أو إصابته ببعض الأورام وتحديدا الليمفاوية. علامات سقوط الجنين: تظهر علامات على المرأة الحامل والتي تنذر بحدوث إسقاطه للجنين، فيجب على من تظهر عليها هذه العلامات التوجه فورا إلى الطبيب للإطمئنان في حال الجنين، أو أخذ الإجراءات السريعة اللازمة لحماية الجنين والأم. نزول بعض نقاط الدم من المهبل: حدوث نزيف مهبلي مع ألم شديد، نزول سائل شفاف بشكل كبير من المهبل. وفي حال حدوث هذه العلامات، يقوم الطبيب بفحص الرحم والمهبل وقياس اتساع عنق الرحم والتأكد من وجود الجنين داخل الرحم وعدم نزوله أثناء النزيف، بالإضافة إلى تحاليل طبية مختلفة. نصائح للوقاية من سقوط الجنين: فحص عنق الرحم للتأكد من عدم توسعه، فحص النبض لدى الجنين، الراحة التامة عند حدوث خطر الإسقاط للجنين، إذا كان هناك أي خطر
لفقد الجنين يجب تجنب ممارسة الرياضة والعلاقات الزوجية، عدم السفر عبر الطائرة أو السيارة وخصوصا للطرقات الوعرة، التغذية السليمة الصحية، المتابعة الشهرية للحمل، الامتناع التام عن التدخين وشرب الكحوليات، وفي حال حدوث إسقاط الجنين يجب الاهتمام بالأم وصحتها الجسدية والنفسية، حيث أن المرأة التي تعرضت لفقدان جنينها لن تسترد عافيتها وصحتها بشكل سريع، بل تحتاج للوقت والرعاية الخاصة، ويمكن أن تفقد المرأة شهيتها للطعام وأن يصيبها القلق المستمر والاكتئاب. فيجب على الزوج أن يقوم برفع معنويات زوجته بالرغم من شعور هو الآخر بالحزن وتجنب التصادم معها نظرا لسوء حالتها النفسية، ويجب أن يعلموا بأن هذا هو أمر الله تعالى وهو قادر على تعويضهم خير تعويض إن شاء الله. هناك 3 أسباب رئيسية تؤدي للإجهاض في الشهر الأول. الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل أسبوع 20 وتنتهي نحو 10 إلى 20% من حالات الحمل المعروفة بالإجهاض. وأسباب الإجهاض في الشهر الأول أو في الثلث الأول من الحمل متعددة، منها يوفر جسمك خلال فترة الحمل الهرمونات والمواد الغذائية لنمو الجنين، وتحدث معظم حالات الإجهاض في الشهر الأول أو الثلث الأول من الحمل لأن الجنين لا ينمو بشكل طبيعي. هناك عوامل مختلفة يمكن أن تسبب الإجهاض، منها الجينات أو الكروموسومات. تقترن نحو 50% من حالات الإجهاض التلقائي بالكروموسومات الزائدة أو المفقودة. ومن أمثلة على تشوهات الكروموسومات ما يلي: البويضة التالفة التي تحدث عندما لا يتكون جنين من الأساس، موت الجنين داخل الرحم، وفي تلك الحالة يتكون الجنين ولكن يتوقف عن النمو ويموت قبل ظهور أي أعراض الحمل. الحمل العنقودي مرتبط بكروموسومات الأب ويحدث بسبب خلل في المشيمة وخلل في نمو الجنين. الحمل العنقودي الجزئي وهو مرتبط بكروموسومات الأم أو وكروموسومات الأب أيضا، عادة ما يرتبط بشذوذ في المشيمة والجنين. حالات مرضية لدى الأم: في حالات قليلة تؤدي حالة الأم الصحية إلى الإجهاض التلقائي، ومن أمثلتها مرض السكر غير المسيطر عليه، مشاكل هرمونية، مشاكل الرحم أو عنق الرحم، مرض الغدة الدرقية غير المعالج، مشاكل في المشيمة، البدانة، ارتفاع ضغط الدم الشديد، التسمم الغذائي، بعض الأدوية. لذلك لا بد أن تستشيري طبيبك دائما قبل تناول أي أدوية للتأكد من أن الدواء آمن للاستخدام خلال فترة الحمل. نمط الحياة: قد تتداخل أيضا بعض أنماط الحياة مع نمو الجنين، ومن أمثلة الأنماط سوء التغذية، تعاطي المخدرات والكحول، تقدم عمر الأم، صدمة نفسية. أعراض الإجهاض في الثلث الأول: تحدث معظم حالات الإجهاض قبل الأسبوع 12 من الحمل، وتتضمن علامات الإجهاض وأعراضه ما يلي: النزيف والتبقيع المهبلي، مرور الأنسجة أو السوائل من المهبل، ألم شديد في البطن والتشنج، ألم الظهر وتكون خفيفة أو شديدة. ضعف في الاعتبار أن معظم النساء التي يعانين من النزف والتبقيع المهبلي في الثلث الأول من الحمل يكمل حملهن. عادات لا تسبب الإجهاض: لا تحفز مثل هذه الأنشطة المعتادة حدوث الإجهاض التلقائي، التمرينات التي تشمل أنشطة عالية الشدة مثل الركض وركوب الدراجات، العلاقات الحميمة، العمل بفرض أنك لا تتعرضين لمواد كيميائية أو أشعة ضارة، ويفضل أن تتحدثي إلى طبيبك إذا كانت لديك مخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بالعمل. الوقاية من الإجهاض: عادة لا يوجد ما يمكن فعله لتجنب الإجهاض، وإنما يجب ببساطة التركيز على الاعتناء بنفسك وبطفلك جيدا من خلال البحث عن رعاية ما قبل الولادة بانتظام، تجنب عوامل الخطر المعروفة التي تؤدي إلى الإجهاض كالتدخين وتناول الكحول واستخدام العقاقير غير المشروعة، تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية للحامل يوميا، الحد من تناول الكافيين. أوضحت دراسة حديثة مدى ارتباط تناول أكثر من 2 من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم بكونك أكثر عرضة للإجهاض، واتكلمنا قبل كده في فيديو كامل عن القهوة وتأثيرها على الحمل. الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل وفي أثناءه، تجنب العدوى، اغسلي يدك جيدا وابتعدي عن الأشخاص المرضى بالفعل،
تناول الطعام الصحي المتوازن مع الكثير من الفواكه. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. ختاما، أسباب الإيجاد في الشهر الأول أو الثلث الأول من الحمل قد تحدث لأسباب مختلفة، منها الصحية أو الجينات أو نمط الحياة نفسه. لذلك من المهم أن تهتمي بالتواصل مع الطبيب ومقدم الرعاية الصحية للحصول على أفضل النصائح للحفاظ على الحمل واكتماله. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.